هذا بقى القضية بسيطة. احنا ملي جات الملك حرك هذا الورش مرة أخرى وقال غنجمع وكذا إلى آخره، حضرنا يعني مذكرة بحال الناس كاملين لما طلب منا ذلك، وقلنا صافي هذا الدور ديالنا انتهى في هذا الموضوع مادام كاين اللجنة الملكية ستدرس الموضوع. عملنا هذيك الوثيقة وقدمناها لها. الأحزاب الأخرى اللي عندها مرجعية أخرى يسارية وعلمانية وإلى آخره، والهيئات والجمعيات والجمعيات النسوانية إلى آخره، حتى هما داروا مذكرات ديالهم. قلنا ماشي مشكل احنا يا وإذا به بين عشية وضحاها كنشوفوا واحد التحركات أخرى، خصوصا بعد ما خرجت السيدة بوعياش واحد المذكرة تقطع إطلاقا مع مبادئ أربعة، تقطع مع المرجعية الإسلامية، تقطع مع الدستور، تقطع مع التأطير الملكي اللي قال أنا لن أحل حراما أحرم حلالا، وتقطع مع مصلحة المجتمع، لأن هذا الشيء كله اللي كتقول هذيك السيدة معظمه مرفوض من قبل المجتمع. فلما شفنا هذا الشيء هذا وشويه شفنا احزاب اخرى تجمعات كانها تناصر هذه الهيئه، قلنا اذا لا بد حتى حنا نبيض الراي ديالنا اجتماعيا، فقررنا باش نعملوا هذا اللقاء الوطني مهرجان الخطابي باش نتكلموا على هذا الشيء. وهذا الشيء اللي كاين. يلا وخلينا